السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبابي ابطال الصف الرابع يلا بينا النهارده هنكتب 2 paragraphs اتنين واحد عن سيدي لايف حياه المدينه واحد عن نيور تاون then اند ناو the يعني هتكلم عن مدينتي احنا عارفين تاون يعني مدينه صغيره في الماضي وفي المضارع وهنكتب ال 2 paragraphs بطريقه ابسط واسهل كتير من الموجوده في الكتب الخارجيه وهنتعلم ازاي نجيب الجمله وازاي نعمل جمل متشابهه وازاي آه لو لقينا نفسنا مش عارفين نكمل نتصرف ازاي. نبدا الاول بالباراجراف الاول بس احب اقول انك هتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام للتواصل والتدريب اهلا بيك وهتلاقي كمان جميع روابط آه الترم الثاني للصفوف اللي بقدمها في القناه وكمان الجروبس بتاعت التليجرام بتاعت كل الصفوف. يلا بقى دلوقتي يلا قبل ما نبدأ لايك للسيشن اللي هتكون مفيدة جدا إن شاء الله ليك وليتس جيت ستارت The first paragraph write a paragraph of 18 words خد بالكوا بالك, بالك حبايبي 18 كلمة using the following elements هنستخدم العناصر اللي هو اعطيها لي بريدي وسموك في حد أول ما يلاقي سيدي uh, لايف يكتب بقى وخل... لا أنا لازم استخدم الحاجات دي يا ولاد لأن في بتبعتولي باراجرافز مش مستخدمين العناصر او لما بتكون العناصر اسئله انتوا مش مش بتكتبوا اجابتها ما ينفعش لازم استخدم اللي هو عطيه لي فهنا هكتب عن سيتي لايف حياه المدينه وزي ما احنا اتفقنا مع بعض حبايبي ان انا اول حاجه هستخدم العنوان في اول جمله هو بيقول لي سيتي لايف حياه المدينه وهنا كاتب لي بريدي يعني جميل وسموك يعني دخان طيب هنشوف هنكتب ازاي جملنا البسيطة السهلة المباشرة عندي اول حاجة سيتي لايف هستخدمها في اول جملة ان انا حوصفها دايما الجمل دي بتخليني اعرف اجيب جمل بسهولة فهقول مثلا the city life is لانها طبعا آه اسم مفرد از تكون وبعدين اكتب اي صفه تكون بتعرف السبيلن بتاعها مظبوط انا هنا هقول ذا سيتي ذا سيتي لايف از اكسايتنج حياه المدينه مثيره طب انا مش عارفه اكتب اكسايتنج يا ميس اكتبوا جود اكتبوا جريت اكتبوا اي صفه تكون واثق من السبيلن بتاعها علشان لكن لو ناسي السبيلن بتاع الصفه بلاش منها شوف غيرها الصفات كتير يبقى ذا city life is exciting حياة المدينة مثيرة يبقى أنا استخدمت ده في جملة طيب بريدي اللي هي الجميل هوصف بقى المدينة نفسها فهقول إيه برضو نفس الطريقة نفس الجملة اللي قبلها هي هياها على فكرة مع الاختلاف ذا city is pretty المدينة جميلة يبقى ذا city life is exciting the city is pretty المدينة جميلة The city life is exciting حياة المدينة مثيرة The city is pretty المدينة جميلة الجملتين زي بعض هنا فاعل وإيز وصفة وهنا فاعل وإيز وصفة بس الفاعل هنا The city life الفاعل هنا The city بعد يوم على طول إيز وبعدين هنا exciting هنا pretty هنا أنا هكتب pretty عشان مكتوبة لكن هنا مش مكتوبة أنا حر أجيب أي صفة يعني ممكن أكتب مثلا noisy أي صفة أنت عايز تكتبها أكتبها طيب أنا كتبت كده the city is pretty المدينة جميلة حاوصف برضو عشان اقدر اجيب الجمل بتاعتي انا لو نقلت على اسمك على طول يبقى انا كده هجيب ثلاث جمل يبقى ممكن ما اكملش البراجراف بتاعي ولكن انا اهو هتكلم هجيب جمله مبنيه على اللي قبلها يعني انا قلت السيتي الجميلة وبعدين هقول لي جميله اتس فول اوف برايت لايتس اتس فول اوف يعني مليئه بيه It's full of برضو اي to ايز هي إيت على إيه؟ على المدينة إيه تكون full of مليئة بي bright lights أضواء ساطعه يبقى it's full of bright lights. It's full of bright lights يبقى هي مليئه بالاضواء الساطعه. يبقى the city life is exciting حياه المدينه مثيره the city is pretty المدينه جميله it's full of bright lights مليئه بالاضواء الساطعه. عندي بعد كده هستخدم بقى سموك هستخدمها في ايه؟ الجمله بتاعت سموك اهي the smoke from school. Cars الدخان من العربي, العربات السيارات covered the stars مغطي النجوم The smoke from cars covered the stars The smoke from cars covered the stars The smoke from cars covered the stars, the covered the stars. جملة موسيقية اهي حلوة جدا يبقى The city life is exciting the city is pretty it's full of bright lights the smoke from cars covered the stars سهل جدا 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 طيب اه احنا كده كتبنا كم احنا كتبنا 21 21 هو عايز 18 انا كده تمام قوي طب افرض جمله من دول انا نسيتها يا ميس او مش عارفه اجيبها وعايز اكتب جمله اكمل سهله خالص فاكرين جمله اي لايك like اللي اتفقنا عليها قبل كده اروح جايبها له اهي سهله جدا جدا اروح قايل له ايه اي لايك ذا سيتي انا احب المدينه بس كده كده الجمله دي زياده لو انت يعني واحده من دول ما افتكرتهاش قول له اي لايك like والحاجه اللي انت بتتكلم عنها على طول هتلاقي نفسك عرفت تجيب الباراجراف بالجمل بتاعتك كلها سهل جدا يلا حط اللايك بقى للسيشن ويلا نشوف اللي بعده Second paragraph is very easy سهل جدا بيقول لي write a paragraph of 18 words من 18 كلمة using the following guiding elements هستخدم العناصر دي على فكره لما بيجي لي جدول كده بيبقى اسهل انا بقى الاضافات من عندي بتبقى بسيطه يعني انا بقى يعني انتوا بتتخضوا اه بس هو بالعكس هو اسهل وهنشوف يور تاون then اند ناو طبعا احنا عارفين حبايبي تاون المدينه الصغيره وسيدي المدينه الكبيره فانا هتكلم عن المدينه بتاعتي ذين اند ناو يعني في الماضي then يعني حين اذ معناها للحرف يعني أه وبتجيب معنا ثم ولكن انا هنا معناها الماضي الماضي عندنا والان يعني في الماضي وفي المضارع او في الحاضر بيقول لي هاو واز يور تاون ان ذا باست كيف كانت حال مدينتك في الماضي قال لي ات واز كوايت كانت هادئه اند هاد ميني باركس وفيها حدائق كتير هاو از يور تاون ناو ازاي حال المدينه بتاعتك دلوقتي there is too much traffic يوجد كثير من المرور and the noise ومن الايه الضوضاء طب انا دلوقتي بتكلم عن حالتين اللي هي ذا باست وناو فاذا كل جمله فيهم هتبدا بي... يا اما in the past لو بكلمه عن الماضي يا اما now لو بكلمه عن الوقت الحاضر فاول جمله عندي هقول ان في الماضي المدينه بتاعتي شوفوا هو هنا عطيني اتنين معطيين ان هي كويت وان هي هاد ميني باركس انا مش هكتبهم في جمله واحده هكتبهم في جملتين عشان اقدر اكتر الكلمات والجمل فهقول in the past في الماضي my town was quiet خدوا بالكم حبايبي انا خدت الجمله من هنا بس بدل it it يعني هي عائده على المدينه فانا مش هينفع اقول له هي كانت هادئه هيقول لي هي مين مش واضح فهقول له in the past my town المدينه بتاعتي هو قال لي your town مدينتك فانا هقول له my town مدينتي in the past my town was quiet كانت هادئة فول ستوب خلصت كده الجملة طيب آه بعد كده هقول آه ان هي فيها كان فيها آه كثير من الحدائق يبقى my town had many parks my town had many parks أو it had many باركس it had many parks دي صح ودي صح هنقل بقى بيقول لي how is your town now دلوقتي المدينة بتاعتك عاملة ايه فحقول now الان there is too much traffic and noise Now there is too much traffic and noise. طب يا ميس إيمان أنا كتبت ولقيت إن أنا ناقص عندي كلمات I like my town على طول ادي له I like والحاجة اللي انت بتكتب عنها يبقى كده انت دي طبعا بتخليني اقدر ان انا اكمل ايه البراجراف بتاعي I like my town او ممكن اوصف المدينة بتاعتي اقول my town is great مدينتي عظيمة يبقى اوصف الحاجة او اقول انا بحبها يبقى كده تمام قوي البراجراف بتاعنا وكده حبايبي يبقى كتبنا تو باراجرافز وخلصنا كل الباراجرافز بتاعه يونت 7 ودروسه وتدريباته وكل شيء وكده يبقى يونت 7 تمام قوي استنوني في السيشن الجاي وما تنسوش لايك للسيشن ده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميس ايميل